من النقاط الايجابيه ديال الفاصل ونواصل اننا غادي نستغلوا هذاك الفكره ديال الجمهور اللي درنا فاصل ونواصل انه كيكون فاعل في البرنامج ديال التورك شو. فعندنا فكره ديال التورك شو كنوجدوا فيها حاليا غادي نديروها في احدى القنوات، يكون الجمهور المغربي هو الفاعل في البرنامج، هو اللي كيسول الضيف وكيتحاور معاه، ما يبقاش الدور ديالو التصفيق ولكن غيكون عنده اسئله واجوبه يتفاعل مع الضيوف اللي غنجيبوا للتورك شو. كنتمنى ربي يوفقنا بعيدا على 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 المقالب. ف غندخلوا في تورك شو اللي غيكون الضيف الرئيسي ديالو من غير الضيف ديال الحقيقي اللي هو الجمهور، وكنتمنى ربي يوفقنا ان شاء الله. كنظن ان الجمهور كان نقط قوه في هذا البرنامج. علاش نقط قوه؟ لانه هو اللي ثبت لنا الضيف، وهذيك 30 جمهور كيقولوا للضيف ملي كيدخل الجمهور كيقول ما يمكنش مثلا 30 من هنا و30 من هي، يعني 30 مقسمه هي 60، ما يمكنش ما يكون كلهم متفقين مع 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 الضيف. فهذه هي نقط القوه ديالو. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.